وبنسيبه بقى ايه يتكرمل. اول لما يبتدي يتكرمل بنبتدي نزود حاجه بسيطه قوي قوي من الميه. بحط دلوقتي ميه على الاطراف بسيطه جدا جدا واسيبه يتكرمل بقى وياخد وقته براحته خالص. في الوقت ده ابتدي اعمل معاكم العجين بتاع الكيك نفسه. عجين الكيك اول حاجه بنعملها ان احنا هنضرب البيض مع السكر. طبعا الكيكه دي مقاديرها متواجده جدا وعاديه جدا، بس هي في ناس بتعملها باللبن اللي هو الحليب المكثف بيبقى غرقان كده فيها، وفي ناس بتعملها بالطريقه اللي انا بعملها دي. ليها طريقتين، انا هعمل لكم الطريقتين لان هي كيكه بجد جميله، بس انا عايزه نتعلم الطريقتين. دي طريقه اللي هي طبقات تبقى كيكه وبعدين كريمه وبعدين صوص كراميل، وفي طريقه تانية اللي قلنا عليها اللي هي بتبقى بس حليب مكثف والكيكه ومن فوق كريمه، ومع كل ده بيحطوا شويه من الفراوله المبشوره او المتقطعه، وبيكون كده خلاص. انا حابه نعمل لها طريقه جديده بتاعتها. الطريقه دي حلوه جدا. اول حاجه بضرب البيض وبضربه كويس جدا، بديله وقت في الضرب. وبسيب بقى السكر بتاعي لحد لما يتحرق خالص. في الوقت اللي البيض بيتضرب فيه حابه نجهز مع بعض صوص الشربات بتاعنا او الصوص اللي هنسقي بيه الكيك لما يطلع ويبرد، علشان يكون واخد طعم الملك اللبن اللي هو اساس الوصفه دي. عندي اهي كريمه اللي هي اللباني الحلويات، وعندي اللبن بتاعي، وعندي الفانيليا، عندي رشة الفانيليا، وعندي السكر. وممكن لو سكر بودرة كمان يبقى اوكي برضو، مفيش مشكلة. بقلب الخليط ده كويس لحد لما السكر يدوب هو والفانيليا في اللبن والكريمة، وافضل اقلبهم كده تاني. اشيل بقى ده. في ناس بقى بدل ما تحط كريمة ولبن سائل ليها طريقة تانية، بيعملوا ايه؟ بيجيبوا اللبن الحليب المكثف ويحطوا له شوية سكر بودرة ويحطوه كسائل تشريب للكيك، بيبقى مدي سمك تحت كده تخين. بس في ناس ما بتحبش طعم الحليب المكثف، فانا قلت نعمل الطريقة الاسهل في الاول وبعديها ندخل في الطريقة التانية. اوريكم نعيد تاني عملنا ايه. احنا هنا ضربنا البيض مع الفانيليا مع السكر. امتى بقى وقفت ضرب؟ لما ابتدى يعمل لي فوم. عايزه الكاميرا كده توريكم في فوم. بوقف ضرب البيض لما بيكون وصل للمرحله دي. احنا عايزين نوصل ان هو يعمل لنا سائل سميك. بصوا عامل زي الكريمه. تمام. هبتدي دلوقتي ازود رشه الملح والبيكنج باودر والدقيق، واضرب بقى على درجه سرعة هادية مش عالية عشان يتقلبوا كده في بعض. دي كيكة فانيليا هادية جدا بس هشة جدا، فضربة البيض هي اللي بتنجحها او بتفشلها. عندي دلوقتي الكراميل، اقلب بقى السكر ده كده. هسيبه بقى يكمل اللسوعة بتاعته. عندي دلوقتي الصوص بتاع التشريب. الصوص بتاع التشريب كان لبن، كريمة اللي هي اللباني الحلويات، رشة ملح، سكر. انا قلت لكم فانيليا بدل رشة الملح، هي رشة فانيليا، او لو فانيليا سائل كمان تبقى احلى. نسيبه بقى كده على جنب. وبس هي ضربة ضربتين للدقيق مع البيض وبس كده. ننزل تاني مقادير عجين الكيك. في الوقت اللي انا بكون بنزل فيه الكيك في الصينيه اللي هتدخل فيه،
يا ريت بقى تبقى معاكم صينيه مدوره او مربعه حسب الحاجه الشفافه دي بتحتاج بايركس او حاجه شفافه ان هي طبقات، فلازم الطبقات تبقى باينه. هنحتاج نقدمها في حاجه تكون بتبين اللايرز بتاعت الكيكه، الكريمه والكراميل. فهحتاج ان انتوا الحاجه اللي هتدخلوا فيها الكيك الفرن هي تكون نفس مقاس الحاجه اللي هتقدموا فيها الكيكه كطبقات. الكراميل اهو ابتدى يتلسوع من تحت. نبتدي دلوقتي نحط خليط الكيك يا في صينية فرن مدهونة بسمنة مثلا او زيت وعليها رشة دقيق، يا نستخدم ورق زبدة. يا ده يا ده، ننزل بقى كل حاجة علشان تطلع كده هشة وجميلة معانا وتكون طالعة لفوق وجميلة جدا. كيكة دي كيكة لوحدها، حتى لو استخدمتوها من غير كريمة من غير اي حاجة كيكة تنفع الفطار، كيكة جميلة قوي. ممكن